معايا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير مدير تحرير الاهرام الاستاذ اشرف ابو الهول. اهلا بيك يا استاذ اشرف. اهلا يا استاذ يوسف، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. ازاي صحه حضرتك استاذ؟ الله يخليك، الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. بمناسبه العام الجديد وسعادة، ونتمنى انه تنجلي هذه الازمه الكبرى اللي موجوده في المنطقه، لعله خير ان شاء الله. استاذ اشرف، الوصول الى توافق ما بين عمان وما بين القاهرة، ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين العاهل الأردني على ضرورة وقف النشاط الاستيطاني، هتبقى نتائجه إيه على هذه القضية وعلى هذا الصراع الحالي؟ أستاذ يوسف، خليني بس ألقط خيط من الانتر اللي انت كنت بتقوله، من المقدمة اللي انت كنت بتقولها. ده أنا أتشرف. انت قلت في هذه المقدمة انه اللي عايز يكسب يمشي ورا مصر في هذه القضية. طيب أنا هقول لك على حاجة، اليوم حدث شيء سيتوقف التاريخ أمامه طويلا على رأي الرئيس الراحل أنور السادات، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، كان بيتكلم النهاردة ردا على قيام إسرائيل باغتيال رادي مساوي اللي هو مسؤول الحرس الثوري في سوريا. ضمن الحاجات اللي قالها تصريح في منتهى الخطورة، قال بوضوح انه عملية طوفان الأقصى، عملية 7 أكتوبر، كانت احد الردود على اغتيال قاسم سليماني، وكأنه يريد ان يقول انه ايران هي التي كانت وراء اطلاق عملية طوفان الأقصى. صحيح حماس طلعت بسرعة ونافت هذا الكلام، لكن هذا الكلام يجب أن نقف أمامه كثيرا. كثير من القوى الإقليمية في المنطقة استغلت القضية الفلسطينية لمصالحها الخاصة. خليني في النهاردة أستاذ أشرف، علشان الحديث عن القوى الإقليمية والقوى المجاورة للإقليم هيطول شرحه، وده عايز له قاعدة بقى في الاستوديو، بس أنا عايز أرجع لنتائج قمة القاهرة النهاردة. بص، اولا هنبص للعلاقه، علاقه مصر والاردن بفلسطين. مصر والاردن اكثر دولتين في العالم تتاثران بما يحدث في فلسطين. مصر والاردن اكثر دولتين في العالم بيدفعوا الثمن لاي تصعيد ولاي اعتداء، وفي الوقت اللي اسرائيل بتمارس العدوان بمنتهى الهمجيه على غزه وبتحاول تدفع سكان غزة إلى الجنوب للهجرة في اتجاه مصر في اتجاه سيناء، أيضا هناك عملية مماثلة تحدث في الضفة الغربية وإن كانت بوتيرة أقل، لا يتوقف الإعلام الدولي عندها كثيرا، وهو استهداف مدن شمال الضفة والمدن الفلسطينية القريبة من المستوطنات لحرمان الناس من موارد رزقهم وبالتالي دفعهم للهجرة إلى الأردن. وكلنا عارفين المخططات الخاصة بتهجير سكان الضفة للأردن وسكان غزة لمصر. إذن عندما يجتمع زعيم مصر والأردن، هم بيجتمعوا لأن هم أصحاب مصلحة عليا في وقف هذا العدوان، في وقف مخطط تهجير الفلسطينيين. وبالمناسبة هذا المخطط لم يتوقف، يعني حتى لو إسرائيل الرسمية أعلنت أنها لا تنوي تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لكن في كلام تاني أنه في اتفاق تم مع كل من قبرص وبريطانيا واليونان أنه يتعمل جسر بحري من اليونان لغزة يجيب البضائع والأشياء التي كان يجب أن تدخل غزة عن طريق المعابر مع إسرائيل لتأتي بحرا من قبرص، وفي المقابل يسمح لمن يريد أن يخرج من غزة أن يخرج في هذه السفن. إذن القمة اليوم قمة مهمة جدا، قمة أكدت بوضوح رفض سياسة التهجير أيا كانت وأيا كان اتجاهها وأيا كان مصدرها، أكدت على يعني ضرورة العمل بكل قوة، ليس فقط على مجرد إدخال مساعدات، ولكن إدخال المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في غزة بالكامل، كميا ونوعيا،
يعني ما تسمحليش بدخول كميات مساعدات محدوده وتقول انا بادخل مساعدات، هذا امر مرفوض. والتاكيد على انه الدولتين بيرفضوا بشكل قطع اي شكل من اشكال تصفيه القضيه. انا بشكرك كاتبنا الصحفي الكبير استاذ اشرف ابو الهول، مدير تحرير الاهرام.